اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخ رئيس الجلسة، أيها إخوة أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة، كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحاول أن أقول كلمات قليلة أو رسائل مختصرة. الكلمة الأولى عن التاريخ، والكلمة الثانية عن التربية الدينية، والكلمة الثالثة عن المفاهيم، والكلمة الرابعة عن الحلول الممكنة. أطمئن لن أفيض كثيراً، بل أقول فقط إن هذه الفترة التاريخية تتجه إلينا في هذا العالم الإسلامي والعالم العربي. للتاريخ فترات، في كل فترة تضطرب أمة، يفيض الكيل فيها، تختلف النفوس، تتعانق الأحقاد. في القرن الماضي، حتى لا أذهب بعيداً، كانت النازية والقومية الشغل الشاغل للعالم. أفكار نظر بعض الفلاسفة لفكرة المغالبة، وهم متأثرون بحروب ومظلوميات تاريخية، كهيجل الذي نظر إلى لفكرة المغالبة، ونظر لفكرة التدمير من أجل التعمير، دتروير بور كونسترويد. حتى قامت الحروب المعروفة ونشأت النازية بعد ذلك. في تلك الفترة نشأت الشيوعية أيضاً، وكانت الشغلة الشاغلة للعالم. منذ 20 سنة، 30 سنة، بدأ العالم الإسلامي يشكل هاجساً أمنياً للعالم كله. لن أقول لماذا، بل سأحاول أن أقول كيف. كيف نحل هذه المشكلة؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ مظلوميات تاريخية، فقر وجهل، كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان، ولكن غلو أيضاً، أو مظلوم أصبح ظالماً لنفسه حسب عبارة أبي يعلى بن الفراء، لأنه استعمل الوسائل التي لا ينبغي أن يستعملها. التربية الدينية، أنا أفضل كلمة التربية الدينية بدلاً عن الدين والتعليم. أنا أعتقد أن الدين كدين سماوي ينبغي ألا نوجه إليه الاتهام، وليس ذلك مرغوباً ولا مطلوباً، بل علينا أن نوجه الاتهام للتربية الدينية التي هي صناعة بشرية. أنا أشبه الدين بالطاقة. الطاقة يمكن أن تخرج بها الماء، وتغرس بها الحدائق الغناء والمروج الخضراء، لكنه يمكن أيضاً أن تصنع منها القنابل المبيدة للبشرية لتهلك الحرث والنسل. الدين هو هكذا. الصناعة البشرية هي المسؤولة
عن وضع الدين أو عن اتهام الدين عن وضع الدين في وضع معين. إذن علينا أن نراجع أنفسنا، أن نراجع صناعتنا دون أن نغفل. لماذا؟ أن نغفل العدل. لكن علينا أن نجعل مقصد السلم أعلى من كل المقاصد، لأن السلام يتيح فرصة لحل المشكلات ولإصلاح الخلل أكثر مما تتيحه الحرب. الحرب في هذا الزمان جريمة. فماذا عن المفاهيم؟ إني أرى ضرورة مراجعة المفاهيم، ضرورة أن نقوم بعملية تأصيلية وتوصيلية، أن نؤصل مفاهيم السلام. في الدين الإسلامي كل المفاهيم الممكنة التي يمكن ليتحدث عن الدين الإسلامي، وبالمناسبة كل دين فيه نصوص مجتزأة لو أخذ بها لقيل إنه دين الحرب. حتى في المسيحية في إنجيل متى: ما جئت لألقي سلاما على الأرض لا بل سيفا. طبعا كل النصوص الأخرى لا توافق هذا النص، هذا نص مجتزأ يمكن لمجنون أن يأخذه ويقول إن ديني يأمرني بالحرب. الإسلام جاء رحمة، كيف نحول هذه الرحمة إلى عذاب؟ هذا ليس ممكنا. هناك أصول حاكمة في الدين الإسلامي، هناك مفاهيم حاكمة: مفهوم الرحمة والمصلحة والعدل والحكمة كما يقول ابن القيم. هذه أصول أربعة حاكمة في شريعة الإسلام، كل ما خرج عن هذا فليس من الإسلام أو ليس من الشريعة كما يقول ابن القيم. علينا أن نعالج جملة من المفاهيم كمفهوم الجهاد، لنبين للشباب بأن هذه المفاهيم تتركب من خطاب التكليف وخطاب الوضع الذي هو الشروط والأسباب والموانع والبيئة التي يكون فيها العمل الشرعي. أعتقد أن هذه الأمور واضحة لكنها مع الأسف غائبة في تصورنا، في تصورنا للجهاد، في تصور شبابنا للجهاد، في تصورهم للدار، دار حرب، دار إسلام، ولا وبراء. كثير من المفاهيم الغائمة القاتمة التي أدت إلى وضع نفسي وعقلي جعل الأمة في مهب رياح. لا نعني بذلك إهدار المظلوميات، ولا نعني بذلك ألا ينتصر المرء للحق، ولكن نعني أن نكون عقلاء، أن نعيد تركيب هذه المفاهيم لنبين للناس شروطها وأسبابها وموانعها. يمكن أن نضع قائمة طويلة من المفاهيم، وهذا ما حاولناه في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. منذ سنة بدأنا على عملية تأصيل المفاهيم. عملية التأصيل تحتاج منا إلى عملية أخرى هي التوصيل. كيف نوصل ذلك إلى شباب الأمة، إلى البلاد التي غرقت في هذه الحروب المدمرة؟ رغم الوصية الواضحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقول بعض العلماء يكفر بعضكم بعض، يرميه بالكفر ليقتله. الأقليات، كان اليوم حديثا عن الأقليات. أعتقد أنه لا حاجة أن نتحدث عن الأقليات، فالجميع في الهم سواء. النازحون والذين يقومون بهذه الأعمال لا يفرقون بين مسلم ولا غير مسلم. النازحون هم مسلمون وغير مسلمين، هم أهل هذه البلاد. المسيحيون هم أصلاء وليسوا دخلاء.
التاريخ يشهد على ذلك. كنت أود أن ينتبهوا، لأن هذه الفترة التاريخية لا تحكم التاريخ. ما هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه كنيسة ولا كنيسا ولا بيت نار، هذا إجماع من العلماء، وذكر به عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة. فكيف نقول إن هؤلاء الذين اختطفوا اسم الإسلام نقول إنهم يمثلون الإسلام؟ مهما يكون من أمر ومهما نرى من يد الأجنبي، أريد أن أجيب بجواب القرآن. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هؤلاء هم نحن في هذه الفترة من التاريخ. ولهذا فعلينا جميعا أن نحاول ترتيب بيتنا من الداخل، وأن يجتمع العلماء وأن يتفقوا على كل المفاهيم الشرعية، حتى لا يدعوا مجالا لأحد أن يفسرها تفسيرا خاطئا، وأن يكونوا المكونين ليبعثوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. هؤلاء المكونون سيكونون عشرات الشباب، عشرات النساء، لينطلقوا دعاة إلى السلام، دعاة إلى العافية. إن السلام يوفر الفرصة النادرة للحياة، أما الحرب فإنها لا تمثل أي فرصة حتى للحياة، كل الحقوق ستضيع إذا شنت الحروب. أخيرا أقول لكم، يجب أن يعرف الجميع، وأن نوجه رسالة إلى الجميع، بأن تنازع البقاء يؤدي إلى الفناء، وإنه لا داعي لأن نقول مع الشاعر: غداة ينادي والرماح تنوشه بآخر صوت اقتلوني ومالك، نقول أحيوني ومالك. نريد أن يحيا الجميع في سلام وفي وئام وفي انسجام كما كانوا طيلة التاريخ. أذكر إخواني اللبنانيين بالأوزاعي وبذلك الموقف الشريف الذي قام به. نحن عائلة واحدة، هذه العائلة قد تختصم لكنها في النهاية تبني التاريخ معا. لا يمكن أن نفهم التاريخ إلا هكذا. لكن شيء، الوصية الأخيرة هي وصية سيدنا يعقوب لأبنائه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يجب أن لا ييأس بعضنا من بعض، فإن اليأس هو يعتبر داء، إذا حل بأمة يئس بعضها من بعض فإن مصيرها إلى الفناء. الحروب في هذا الزمان جريمة، يجب أن نعلم أبناءنا ذلك، يجب أن ندرسهم، أن نقدم لهم ذلك. هذا المنتدى وفر فرصة كريمة، فأشكر الداعية، فشكرا للداعي أستاذ معالي الأستاذ فيصل، وشكرا وثناء على الراعي خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفقه الله وحفظه. إن هذا المنتدى في اتجاه التاريخ، التاريخ هو الحوار وليس الصراع، والنزاع هو التواهب وليس التناهب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.